بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى الدكتور فلاح ضاحي الهاجري مراقب مجلس الأمة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة تزكيته مراقبا لمجلس الأمة، متمنيا سموه رعاه الله له كل التوفيق والسداد للإسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى الدكتور فلاح ضاحي الهاجري مراقب مجلس الأمة. ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه بمناسبة تزكيته مراقبا لمجلس الأمة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد. كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى الدكتور فلاح ضاحي الهاجري مراقب مجلس الأمة. عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تزكيته مراقبا لمجلس الأمة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.